أكد وزير الخارجية سامح شكري أن مصر تشارك في المفاوضات الجارية في قطر من أجل التوصل لوقف إطلاق النار في غزة. وخلال مؤتمر صحفي مع المفاوض العام لوكالة الأونروا، أكد شكري على دعم القاهرة للوكالة لاستمرار عملها في غزة. بالنسبة للمفاوضات الخاصة بوقف إطلاق النار وتبادل المعتقلين والرهائن، إنها مناقشات حساسة جارية الآن في قطر بمشاركة مصر والولايات المتحدة، وسنواصل جهودنا لتحقيق وقف إطلاق النار وإحلال الظروف الملائمة لوقف إطلاق النار وتقديم المساعدات الإنسانية بالمستوى المطلوب.